مشاهدي موقع الاتحاد القطري لكرة اليد، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل الفوري والمباشر لقمة الأسبوع الثالث من كأس الاتحاد بين الغرافة والنادي العربي. مباراة قلت قمة بما أنها تجمع متصدر الترتيب العام نادي الغرافة بنظيره العربي الملاحق المباشر في التصنيف الثاني. نعطي تشكيل الفريقين في بداية هذا النقل. بالنسبة للعربي، 1 علي جربة، محمد وليد 4 8، نيكولا ميلوزوفيتش 10، فواز عبد الله 14، باسل عوض، محمد هاني 15 17، معتصم عبد الواحد، ثامر هاشم 18 19، اسماعيل حمد 20، غانم مبارك 23، حسين مراد 55، مصطفى علي، هاني مروان 90 و96، عبد الله سعيد. بالنسبة لتشكيل الفهود، 3 أحمد دوالي، 5 محمد الحاج عمار، 11 عبد الرزاق مراد، 14 عبد الهادي مدحت، 15 فهد البيشي، مهاب محفوظ 16، 17 وسام بلال 18، حمد مددي، بدر الغامدي 19، 22 صبحي سعيد 25، وائل عثمان 88، أحمد السيد 94، أحمد المناوي. إذا دقيقة ونصف الدقيقة على انطلاقة هذا اللقاء هنا في الصالة المونديالية، صالة التحليل الرياضية، والتعادل لا يزال سلبي بين الفريقين كما وصفتها قمة الجولة الثالثة عفوا لكأس الاتحاد، وكذلك مجموعة من المباريات في هذه الجولة في الصالة الفرعية. بالتوازي، الخور يلاقي السد، ثم انطلاقا من الخامسة والنصف في نفس هذه الصالة الرئيسية، الوكرة يقابل الريان، والشمال أمام الأهلي في نفس التوقيت في الصالة الفرعية. وإسدال الستار على فعالية هذه الجولة بمباراة تجمع نادي قطر أمام نظيره نادي التحيل انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا الهدف الأول لمصلحة العربي من رمية 7 أمتار عن طريق اللاعب مصطفى علي، إذن ينجح في مغالطة الحارس الغرفاوي في بداية هذه المباراة. إذن هدف أول وتقدم أول لنادي العربي، يغالطي إذن الحارس أحمد المناوي. محاولة الرد غرفاوية الآن تعود من الحارس، فرصة ضائعة على الفهود مرة أخرى، إمكانية مضاعفة الغلة لكن لا تفتك وتعود بفاست بريك غرفاوي. أوه جميل هذا الهدف عن طريق محمد الحاج عمار، وجها لوجه مع حارس العرباوي ينجح في تعديل الكفة، وثلاث دقائق أولى إذن هدف لهدف حتى الآن. نذكر كذلك بترتيب هذا الدوري مع مرور جولتين حتى الآن على الانطلاقة في الصدارة، الأهلي والغرافة ب6 نقاط، العلامة الكاملة، لعب مبارتين وفاز في كلتاهما إذن، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأهلوية، بلاس 13 بالمقابل بلاس 5 بالنسبة للغرافة. هذا فاست بريك آخر غرفاوي، يعتمد الغرافة على الهجمات المعاكسة في بداية هذه المباراة. نعطي بقية الترتيب العام، العربي في المركز الثالث ب5 نقاط، إذن فاز في مباراة وتعادل في واحدة، فارق الأهداف بلاس 4، ثم نادي قطر ب4 نقاط، تجمع في حقيقة الأمر في المركز الرابع، 4 نقاط لكل من نادي قطر التحيل والخور، كلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، والشمال والسد والريان ب3 نقاط لكل منهم، والوكرة متصدر ترتيب العام للدوري، إذن يقبع في قاع الترتيب كأس الاتحاد. نذكر بأنها مسابقة وبطولة تنشيطية تأتي في فترة توقف بالنسبة للدوري، وفتح المجال من أجل الاستعداد الجيد للمنتخب العنابي والتحذير للمونديال المقبل المقرر إقامته في الصالات الدنماركية والألمانية في شهر يناير المقبل. إذا الكرة الآن عربوية مع اقترابنا من الدقائق الخمسة الأولى، التعادل لا يزال على حاله هدف لهدف، وإمكانية إذا أخذ الأسبقية من جديد للكتيبة العربوية، وهذه الكرة ضائعة، والتحكيم بالنسبة لهذه المباراة بعد ما يعلنها علي اليزيدي
التماس لمصلحة التشكيل العربي. إذن علي اليزيدي الحكم الدولي والذي أدار نهائي بطولة العالم الكرة الشاطئية الأخيرة التي أقيمت في مدينة كازان الروسية رفقة الهيل، ثنائي تحكيم معروف، لكن في هذه المرة يساعده حسن المحشبي. الأسبقية مرة أخرى لمصلحة النادي العربي 2-1 مع مرور 5 دقائق ونصف الدقيقة. إذن أعطيت تشكيلة الفريقين، كذلك قدمت الأسبوع الثالث لهذه المسابقة والترتيب العام في انتظار ما ستسفر عنه، وكل المراقبين والمحللين لهذه البطولة في انطلاقتها أكدوا بأن هذه المواجهة هي ستكون الأكثر إثارة والقابلة أكثر للتنافس إلى غاية الأنفاس الأخيرة في مجرياتها، لكن في انتظار تأكيد ذلك خلال هذه المباراة 2-1 حتى اللحظة، الأهداف شحيحة في انطلاقة هذه المباراة، إذاعة العديد من الفرص من قبل كلا الفريقين، وكذلك تصديات الحراس كانت ناجحة حتى اللحظة. إذن الكرة عربوية الآن عن طريق فواز عبد الله بلاي ميكر العربي إلى ثامر هاشم. فواز عبد الله الباحث عن الثغرة، تضيع الكرة وتعود برمي 9 أمتار. إذن باسل عوض أحد نجوم التشكيل العربي المصري المتألق في الدوري القطري في المواسم الأخيرة، غير العديد من الأزياء لكنه ظل وفيا لهذا الدوري الذي يمكن اعتباره حقيقة أقوى الدوريات العربية في هذه اللعبة في ظل الأسماء الرنانة المتواجدة في تشكيل كل الفرق، وكذلك طبعا يبقى التحيل والوكرة مصدر قوة العنابي الذي تحصل على مركز الوصفة في مونديال 2015. إذا رمية أخرى للنادي العربي، وفي التنفيذ مصطفى علي ينجح إذن في إحراز ثالث الأهداف العربوية. طبعا يمني النفس الأهلي بفوز العربي في هذه المباراة، وبالتالي يمني النفس كذلك بانتصاره على حساب نادي الشمال من أجل أن يختف الصدارة ويغرد خارج السرب في صدارة الترتيب العام في ظل تقاسم هذا المركز رفقة نادي الغرافة منذ انطلاقة السباق. الكرة الآن غرفوية ومحاولة عن طريق فهد البيشي، الخطأ موجود ورمية 9 أمتار. الكرة الآن محمد الحاج عمار، تحرك فهد البيشي، محاولة التسديد من بعد قوية وجميلة جدا من أحمد دويلي، ينجح إذن في إحراز ثاني الأهداف الغرفوية 3-2. يعود الغرفة إلى ماينس 1 مع اقترابنا من الدقائق 10 الأولى لهذا الشوط الأول بطبيعة الحال، يعني ثلث شوط المباراة الأول. كرة عربوية الآن بقيادة فواز عبد الله كالعادة في صناعة اللعب إلى زميله ثامر هاشم، التسديد بقوة والحارس أحمد المنياوي ممتاز، فاست بريك للخرافة، محاولة تعديل الكفة، تعديل الكفة إذن عن طريق أحمد السيد 3-3. 9 دقائق أولى على انطلاقة هذا اللقاء والتعادل 3-3. مطالبة بالخطأ والحكم يعلنها. نعم، رمي 9 أمتار لمصلحة الكتيبة العربوية، أحد أعرق الأندية القطرية، شعبية كبيرة لهذا النادي وعشق كبير. ربما الوضعية التي يمر بها فرع كرة القدم منذ تسعينيات القرن الماضي لم يعتلي منصة التتويج، لكن جماهيره ظلت وفية لهذه الألوان ولهذه القلعة. إصابة إذن اللاعب الغرفوي
فهد البيشي، نتمناها السلامات طبعا بعد التدخل الأخير في اللقطة الأخيرة والرمية لمصلحة النادي العربي ومحاولة متجددة من أجل أخذ الأسبقية عن طريق باسل عوض. إشارة التنفيذ والهدف يأتي، الهدف الرابع إذن لمصلحة النادي العربي عن طريق باسل عوض لاعب الديرة في التشكيلة الحمراء والبيضاء. وتعود الهجمة الآن غرفوية، لازال النسق بطيء طبعا في بداية هذا اللقاء في انتظار ما ستخلف الأنفاس الأخيرة من تنافس وإثارة إن شاء الله، هكذا نتمناها مباريات كرة اليد القطرية. وهدف، هدف مفاجئ وسريع للنادي العربي بعد خطف الكرة. 5-3 إذن، يعود مرة ثانية النادي العربي لفارق الهدفين. إذن فارق الهدفين لمصلحة الكتيبة العربوية في بداية هذا اللقاء الباحثة عن الانتصار الثاني بعد تعادل وفوز حتى اللحظة. وسنعطي أكيد كذلك نتائج الفريقين الحاصلة حتى اللحظة. الجولة الافتتاحية نادي تحيل خسر أمام الغرافة 33-30، كشر عن أنيابهم الفهود في تلك المباراة، في حين شهدت فوز العربي ب 25-21 على حساب الخور الأسبوع الثاني، وتعادل مثير في الأنفاس الأخيرة بين العربي والريان 22-22، في حين أن الغرافة فاز على نادي قطر بفارق هدفين 26-24، وحاليا يتقدم بفارق هدفين 6-4 مع مرور 11 دقيقة وعشرين ثانية على انطلاقة شوط المباراة الأول أمام الغرافة. بداية المباراة طبعا ونشاهد في دكة الاحتياط الغرفوية ومطالبة من المدرب شوقي جليتي بتنويع اللعب. أخطاء هجومية يرتكبها الفريق الغرفاوي في بداية هذا اللقاء، غير راضي عليها المدرب شوقي جليتي. بعض الأخطاء البدائية في حقيقة الأمر، شاهدنا مردود مباشر بكل خير بالنسبة لنادي الغرافة على مستوى الدوري، والكرة شحوا بأن يكون الحصان الأسود للمسابقات المحلية هذا الموسم في انتظار التأكيد. طبعا الكرة الآن عربوية وهجمة وبحث عن فارق الأهداف الثلاث لأول مرة منذ انطلاقة هذا اللقاء. البحث عن باسل عوض لعب الدائرة، تفتك وتعود الهجمة غرفوي، لابد من السرعة في التنفيذ. الخطأ موجود، موجود الخطأ والإنذار كذلك، لكن من نصيب العربي في هذه الكرة الأخيرة. 6-4 النتيجة تبقى على حالها، وبطاقتين صفراويتين من هنا وهناك. باسل عوض في التوغل قبل أن يجد الجدار الغرفاوي ويعيد الكرة للتريث أكثر مع دخول هاني مروان العربوي. جميلة من الجناح الرفعة لكنها بدون عنوان، يخطئ إذن محمد وليد المرمى، وتعود من قبل الحارس الغرفاوي أحمد المينوي. البحث عن الماينز وان بالنسبة للغرافة، هجمة الآن عن طريق حمد مددي، محمد الحاج عمار، حمد مددي، محمد الحاج عمار. محاولة التسديد والحراسة العربوية بامتياز إلى باسل عوض. فاست بريك، كانت الثغرة موجودة، كانت موجودة
تمام، غانم مبارك في الكرة الأخيرة، لكن خير التريث في هذه العملية ودخول فواز عبد الله البلاي ميكر الآن من أجل صناعة اللعب والبحث عن الثغرات إلى ثامر هاشم هاني مروان. فواز عبد الله، هاشم يتحرك الجناح، محمد وليد، فواز عبد الله من جديد إلى هاشم، هاني مروان. قوية 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 الكرة الأخيرة إذن، ولأول مرة منذ بداية هذا اللقاء ينجح الفريق العربي في أخذ فارق الثلاثة أهداف 7-4 إذن، مع انتصاف شوط المباراة الأول حوالي 15 دقيقة مرت على انطلاقة هذا الشوط. الخطأ الهجومي موجود، أخطاء هجومية بالجملة للكتيبة الغرفوية في بداية هذا اللقاء، يجد من خلالها نفسه الغرافة أمام هذا الفارق 3 أهداف مع إمكانية التعميق إلى 4. طبعا الفريق العربي يعرف جيدا بأن الانتصار في هذه المباراة يزيح من أمامه في ترتيب العام الغرافة، وفي صورة تعادل أو خسارة الأهلي في مباراته أمام نظيره الشمال قد يتصدر ترتيب العام بمفرده. ضايع الكرة الأخيرة وتصدي ممتاز من الدفاعات الغرفوية إذن، وتعود برمية جانبية عن طريق باسل عوض بالتنفيذ إلى فواز عبد الله. كرة إلى باسل عوض، فواز عبد الله، ثامر هاشم، فواز عبد الله إلى الجناح محمد وليد، فواز عبد الله، ثامر هاشم، الجناح يتحرك، محاولة تمرير ذكية الفكرة لكن التنفيذ كان خاطئ. فاست بريك للغرافة، متألق علي جربة في حقيقة الأمر في التشكيل العربوي في بداية هذه المباراة. العديد من التصديات دائما ما أعادت الروح ورفعت المعنويات بالنسبة لزملائه. الكرة الآن عربوية، محمد وليد إلى ثامر هاشم، فواز عبد الله، فواز عبد الله، جميلة التمريرة لباس العوض، جملة تكتيكية فنية جميلة ينجح من خلالها باس العوض في إحراز الهدف الثامن لمصلحة التشكيل العربي إذن 8-4، ويصبح مجموع الأهداف التي سجلها النادي العربي ضعف ما سجله النادي الغرفاوي، ووقت مستقطع إذن بطلب من المدرب شوقي جليتي لتعديل الأوتار وإعادة ترتيب الأوراق في ظل هذا الفارق وتتالي الهجمات الضائعة وكذلك الأهداف التي تم إحرازها بصفة متتالية للتشكيل العربي خلال الدقائق الخمسة الأخيرة. لم ينجح الغرافة في إحراز أي هدف، يبقى ربما مفتاح اللعب بالنسبة لشوق الجليتي هو صبحي سعيد أحد نجوم كرة اليد التونسية والمنتخب التونسي. لا نعلم هل سيتم الاعتماد على إمكانيات هذا اللاعب خلال ما تبقى من اللقاء، لأنه قادر في حقيقة الأمر على إنعاش حظوظ الغرافة فيما تبقى من وقت، ولما لا تعديل مجريات هذا اللقاء. إذن صفيرة المطالبة بالعودة إلى الأرضية واستئناف اللعب الآن 16 دقيقة 36 ثانية، 8-4 التقدم عربوي في قمة الجولة الثالثة نذكر من كأس الاتحاد لكرة اليد. 5 مباريات مبرمجة هذا اليوم، مباريات بالجملة كأس الاتحاد طبعا سجل حافل، نسخة الأولى موسم 1981-1982، يبقى السد هو صاحب الصدارة بأربعة ألقاب
نبحث عن النادي العربي، ثلاثة ألقاب في سجله. نعم العربيوي يعتلى منصة تتويج هذه البطولة بالمقابل الغرافة، لم ينجح في إحراز لقب بهذه المسابقة ولا مرة في سجله، وإمكانية فارق الخمسة أهداف للعربي، تضيع الكرة الأخيرة على محمد وليد بعد تألق من الحارس أحمد المناوي في الكرة الأخيرة. إذن وفي انتظار دخول فهد البيشي، إذن مكان عبد الهادي مدحت، فهد البيشي إذن يأخذ مكانه في التشكيل الغرفاوي، الجناح الأيمن في التشكيل الغرفاوي. يتحرك لاعب الغرافة أكثر الآن، محاولة التسديد من محمد الحاج عمار ويأتي الهدف. إذن فترة الفراغ التي مر بها الفريق الغرفاوي، فترة الفراغ التي مر بها الفريق الغرفاوي. إذن يتم إيقاف الآن وإيقاف نزيف الهجمات المهدورة، وثمانية خمسة يعود إلى ماينز ثري. وبالنسبة للتذكير بسجل الأبطال في هذه المسابقة كأس الاتحاد، قلت أن السد بأربعة ألقاب في حقيقة الأمر يأتي في المركز الثاني، بما أن العملاق الرياني بعشرة ألقاب، إذن يغرد خارج السرب فوق منصة تتويج الخاصة بهذه البطولة. نسخة الموسم الماضي كانت من نصيب التحيل في المركز الثاني الزعيم السداوي، النسخة الأولى موسم 1981-1982 الريان في الصدارة والعربيوي في المركز الثاني، ويبقى كلاسيكو الزمن الجميل في مختلف الرياضات هنا في قطر في دوحة الخير، هو الكلاسيكو الذي يجمع الريان والعربي، أبرز الفريقين من حيث الشعبية والجماهيرية. الكرة الآن عربوية، 8-5 ومحاولة أخرى ضائعة للتشكيل العربيوي، يجد نفسه الآن الغرافة أمام وضعية تقليص الفارق إلى هدفين، لكن علي جربة في التصدي بامتياز والخطأ موجود من حسن حظ فريق الغرافة. إذن يتحصل على الخطأ في الكرة الأخيرة ورمية سبعة أمتار يتقدم لتنفيذها أحمد السيد، ينجح إذن في مغالطة علي جربة ويحرز الهدف السادس. يعود رويدا رويدا إذن نادي الغرافة الآن في هذه اللحظات، تقريبا آخر عشر دقائق من عمر الشوط الأول، يعلم جيدا الغرافة بأنه لابد من عدم فسح المجال وترك الفارق في اتساع بالنسبة للعربيوي قبل الدخول إلى حجرات الملابس من أجل عدم إذاعة الفرصة في العودة في النتيجة وتحقيق نتيجة إيجابية. بدأ بعض الارتباك لدى لاعبي العربي في هذه اللحظات في ظل تماسك وتحرك لاعبي نادي الغرافة. ثامر هاشم، سقوط لثامر هاشم بعد تدخل من أحمد دويلي في الكرة الأخيرة، سلامات إن شاء الله. استمعنا لصوت الارتطام بأرضية هذه القاعة المونديالية والتي ستعيش على وقع فعاليات التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله في شهر أكتوبر من العام المقبل. العنابي يسعى إذن لتأهل ثاني على التوالي إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد ما شاهدناه في نسخة ريو دي جانيرو البرازيلية الصائفة العام 2016، وكان تحصل على بطاقة التأهل من نفس هذه الصالة والقاع. باسل عوض وجه لوجه، لكن الامتياز للمنياوي في الكرة الأخيرة، التصدي والعارضة الأفقية كذلك تتعاطف مع أحمد وتمنح الفرصة لتقليص الفارق إلى ماينس وان.
8-6 8-7 تصبح إذن. يعود الغرافة إذن في هذه الدقائق الوقت المستقطع تم استغلاله من قبل المدرب شوقي جليتي، وهذا وقت مستقطع للعربي. قلت وقت مستقطع تم استغلاله من قبل المدرب شوقي جليتي، نجح فريقه في إحراز 3 أهداف متتالية وتقليص الفارق إلى هدف واحد، وبالتالي الآن نشاهد وقت مستقطع من الجانب الآخر في التشكيل العربي. بغي تعديل الأوتار من فارق 4 أهداف إلى فارق الماينس وان، إذن تغيرت الأحوال في هذا الشوط، ولو أنه بقي العربي منذ الأنفاس الأولى ماسكا بزمام المبادرة وزمام التفوق في هذه المباراة. إذن 8-7 مع تبقي أقل من 9 دقائق في عمر هذا الشوط الأول، ما زلنا ننتظر الكثير إن شاء الله في شوط المباراة الثاني، بما أنها قمة هذا الأسبوع الثالث لكأس الاتحاد القطري لكرة اليد، والمنافسة شرسة من أجل طبعا خلافة نادي تحيل على منصة التتويج، ولو أنه تحيل معني كل معني يعني بلقب هذه النسخة هذا الموسم. ربما عثرت الجولة الأولى والهزيمة في الجولة الأولى هي التي فسحت المجال أمام أندية أخرى من أجل تكشير على الأنياب والإعلان عن ترشيح نفسها لاعتلاء منصة التتويج، لكن ننتظر هل سينجح تحيل في المحافظة على هذا اللقب. الفريق الذي قالها رئيس جهازه بأنه يريد التتويج بكل الألقاب الممكنة مهما كانت، هذه هي سياسة نادي تحيل الرياضية. الكرة الآن عربوية 8-7 هجمة عربوية فواز عبد الله، محاولة التسديد قوية 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 من مصطفى علي، إذن ينجح في فك عقدة الثواني الأخيرة للعربي ويصبح الفارق هدفا 9-7 مع تبقي 8 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. والهجمة الآن غرفوية، محمد الحاج عمار إلى أحمد الدوالي مرة أخرى، وسام بلال يتحرك، حمد مددي إلى لاعب الدائرة، الخطأ موجود ورمية 9 أمتار، تلعب الكرة من وسام بلال، حمد مددي تسديدة قوية، علي جربة يقول أنا موجود يقول أنا موجود، كلما حاول الغرفة العودة في النتيجة إلا ووجد علي جربة بالمرصاد. مجهود يذكر فيشكر لهذا الحارس في شوط المباراة الأول، وحقيقة نقولها صراحة هو اللاعب الأبرز حتى اللحظة، خطف الأضواء في هذا الشوط الأول. 9-7 إذن للعربي والبحث عن فارق 3 أهداف مع تبقي قل من 7 دقائق على نهاية نصف اللقاء. فوز عبد الله إلى بيس العوض، هاني مروان، ثامر هاشم، هاني مروان، فوز عبد الله إلى الجناح، جميلة جميلة الكرة الأخيرة من إسماعيل حمد، إذن يرتقي وبسهولة ومرونة ينجح في إحراز الهدف العاشر للعربي 10-7. يعود العربي بعد فترة فراغ، إذن كلا المدربان استغل فترة الوقت المستقطع. شاهدنا عندما أخذ شوقي جليتي بطاقة التي استغل ذلك الوقت المستقطع ونجح في تقليص الفارق إلى هدف، وتقليص من 4 أهداف إلى هدف. هذا فاست بريك للعربي، والهدف عن طريق غانم مبارك. ينوع هجمات العربي الآن أهداف بالجملة من هجمات منتظمة وكذلك من الفاست بريك. اقتربنا من آخر 5 دقائق في عمر هذا الشوط الأول،
التقدم عرباوي 11-7، لابد من تقليص الفارق للغرافة إذا ما أراد العودة في النتيجة فيما تبقى من وقت والمنافسة على نقاط الفوز. هدف ثامن عن طريق محمد الحاج عمار في الكرة الأخيرة، 8-5، وتعود بقيادة فواز عبد الله إلى مصطفى علي. فواز عبد الله، ثامر هاشم، فواز عبد الله، ثامر هاشم من جديد، فواز، ثامر هاشم، يصنع العجب فواز عبد الله في هذه الكرة الأخيرة بامتياز، تألق أكثر من ممتاز لهذا البلاي ميكر العرباوي، يعني في مكان جد ذكي تم اختيار المكان وتمكن من إحراز الهدف الثاني عشر 12-8. إذن يحافظ على فارق الأربع أهداف لمصلحة فريقه، والهجمة الآن غرفوية، يتكرر السيناريو بالنسبة للفهود كالعادة، محاولة تقليص الفوارق والخطأ موجود. إذن في العملية الأخيرة يرتكب على لاعب الدائرة وسام بلال في الكرة الأخيرة، ورمية 7 أمتار يتقدم لتنفيذها أحمد السيد أخصائي رمية 7 أمتار في التشكيل الغرفاوي، وينجح في مغالطة علي جربة إذن وإحراز الهدف التاسع 12-9. الفارق 3 أهداف والهجمة حمراء وبيضاء. مع تبقي أقل من 4 دقائق في عمر هذا الشوط، هجمة عربوية، فواز عبد الله إلى باس العوض، فواز عبد الله لا وجود لخطأ، هكذا يعلنها الحكم علي اليزيدي، والهجمة غرفوية. فهد البيشي محاولة التمرير، يعود فواز عبد الله، يعود وفاست بريك، ضايع ضايع الكرة الأخيرة على محمد هاني، تضيع الكرة، مازالت الغرافة، جميلة 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 من فهد البيشي. إذن هذه الارتماء، وينجح في مغالطة الحارس علي جربة، 12-10-2 بالنسبة للغرافة، أقل من 3 دقائق على نهاية نصف اللقاء الأول. إذن الكرة عربوية الآن، يعني هذه كرة اليد، من إمكانية فارق 3 أهداف إلى تقليص الفارق إلى هدفين، والهجمة الآن عربوية كالعادة بقيادة البلاي ميكر فواز عبد الله. فواز التسديد في الزاوية المعاكسة للحارس في الزاوية 90، جميلة جدا، انتعاش وتألق لفواز في هذه اللحظات. إذن و 13-10 يعيد فارق 3 أهداف وتصبح الكرة غرفوية بقيادة أحمد دويلي. حمد مددي، حمد مددي، الخطأ الهجومي موجود من قبل محمد الحاج عمار، ويعود الامتلاك عربيوي، كرة من الحارس علي جربة، 13-10، هدف قد يكون مهم جدا بالنسبة للنادي العربي في هذه اللحظات، قد تكون الهجمة الأخيرة العربوية في هذا الشوط الأول، لذلك من المهم إحراز الهدف. محاولة التسديد والكرة، تصدي من الحارس أحمد المنيوي، لكن الخطأ موجود والاستبعاد بدقيقتين للاعب الغرفاوي محمد الحاج عمار في الكرة الأخيرة، ونشاهد في دخول الحارس مهاب محفوظ في هذه اللحظات من أجل محاولة التصدي لرمية 7 الأمتار، في تنفيذها يتقدم
مصطفى علي. مصطفى علي إذن في تنفيذ هذه الرمية وجها لوجه مع مهاب، لمن ستقول الكلمة نعم لمصلحة مصطفى علي الذي ينجح في إحراز الهدف الرابع عشر لمصلحة الكتيبة العربوية وفارق الأربعة أهداف. فارق جيد بالنسبة للعربي في شوط المباراة الأول، في انتظار ما تخفيه ردهات شوط المباراة الثاني بين الفريقين. والهجمة الآن غرفوية في محاولة تقليص الفارق قبل الدخول إلى حجرات الملابس وبداية العد التنازلي لنهاية شوط المباراة الأول. دويلي إلى حمد مددي، تعال تعال يطالب زملائه بالتحرك أكثر. حمد مددي محاولة المراوغة، الخطأ موجود، رمي تسعة أمتار، منقوص عدديا الغرافة طبعا يعني مكتمل النصاب ووجد الصعوبات، فما بالك بالنقص العددي كيف ستتصرف الغرافة معنويا. هدف بالنقص العددي مهم جدا للفريق. ضايع الكرة، علي جربة في التصدي، ونهاية إذن شوط المباراة الأول بالتقدم العربي 14-10 أمام الغرافة في انتظار ما ستكشف عنه ردهات شوط المباراة الثاني. لنعود مشاهدينا الكرام إن شاء الله مع انطلاقة نصف اللقاء الثاني بعد قليل، انتظرونا.
نعود والعود أحمد. إذن مشاهدينا الكرام، مع انطلاقة نصف اللقاء الثاني في قمة الجولة الثالثة لكأس الاتحاد لكرة اليد، بعدما تقدم العربي بفارق 4-14 في شوط المباراة الأول أمام الغرافة، ينجح في هذه الثواني الأولى من عمر شوط المباراة الثاني في إحراز الهدف 15 والأسبقية لأول مرة 5 أهداف بالتمام والكمال لمصلحة النادي العربي، ونقص عددي مع نهاية شوط المباراة الأول وبداية شوط المباراة الثاني يكتمل النصاب الآن بدخول الغرفاوي محمد الحاج عمار. إذن محاولة أخرى لنادي الغرافة من أجل تقليص الفارق في بداية هذا اللقاء، وبعض الصعوبات يجدها فريق الغرافة في ظل الأداء الدفاعي المتماسك عربويا في انطلاقة هذا الشوط الثاني، والهدف يأتي. نعم، حمد مددي ينجح في إحراز الهدف 11 لمصلحة الغرافة 15-11. هذه قمة الأسبوع الخامس بالتوازي مع هذه المباراة في صالة تحيل الرئيسية، في صالة تحيل الفرعية تجرى مباراة أخرى وتجمع فريق الخور بالسد. القادمون من الشمال نجحوا في انتزاع تقدم في شوط المباراة الأول بفارق هدفين 14-12 على حساب الزعيم السداوي، وهذا الهدف هدف جميل جدا للنادي العربي. قوية الكرة الأخيرة من ثامر هاشم، ينجح في إحراز الهدف 16، والرد سريع 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 كذلك من وسام بليل. إذن 16-12، النسق سريع في بداية شوط المباراة الثاني بعدما شاهدنا نسق بطيء في انطلاقة اللقاء تقريبا 6 دقائق الأولى والسبع دقائق الأولى، لم نشاهد فيها الكثير من الأهداف، في حين حتى اللحظة نشاهد تسابق وتلاحق بين الفريقان. وهذه الكرة عربوية ترجع فاست بريك بقيادة حمد مددي، علي جربة في التصدي، ولكن فواز عبد الله يرتكب الخطأ الدفاعي واستبعاد بدقيقتين في الكرة الأخيرة. يتحسر فواز عبد الله، وقد لم يعجبها قرار الحكم علي اليزيدي في الكرة الأخيرة، لكن الاستبعاد حصل في هذه اللحظات. إذن وسيعاني الغرافة من نقص عددي لمدة دقيقتين مع إمكانية تقليص الفارق للغرافة. أحمد السيد في تنفيذ رمية 7 أمتار ينجح رغم تعويض الحارس ودخول حسين مراد في هذه اللحظات، ليعود الآن علي جربة ويأخذ مكانه في عرين شباك النادي العربي. 16-13، فارق 3 أهداف نقص عددي. كيف سيتمكن العربي من مجاراة هذه الثواني الصعبة الآن في ظل شراسة من قبل الغرافة من أجل العودة في النتيجة؟ كرة الآن عربوية، دفاع غرفاوي متماسك في الكرة الأخيرة، تعود برمي 9 أمتار لمصلحة الكتيبة الحمراء والبيضاء في هذه العملية الأخيرة. هاني مروان تسديدة قوية، يجد الحلول النادي العربي رغم نقص العدد. مصطفى علي هو مفتاح اللعب في التشكيل العربي في هذا النقص. محاولة الرد السريع من قبل الغرافة إلى الجناح، حرا طليقا ينجح إذن أحمد السيد في الرد السريع وفي إحراز الهدف 14، إذن -3 بالنسبة للغرافة مع مرور 4 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني. 17-14 هذه هي النتيجة. لزين العربي يعاني من النقص العددي في ظل استبعاد لاعبي فواز عبد الله، ونجمه في شوط المباراة الأول يتحرك باسر عوض، وجد الحل في الهجمة الأولى بقيادة مصطفى علي النادي العربي. ماذا سيفعل الآن؟ هاني مروان يتحرك
الى مصطفى علي. مصطفى علي قويه والحارس ممتاز المتابعه مجددا، يتميز يتالق ويتعاملك احمد المنياوي في حراسه المرمى. محاوله الرد السريع في هذه الهجمه وجه لوجه فادي البيشي في الشباك الصغيره، والخطا موجود اذا، ورميه سبعه امتار لمصلحة الغرفة، إمكانية تقليص الفارق إلى هدفين مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. خمس دقائق أولى نارية حماسية مثيرة حتى اللحظة، وكالعادة يأخذ الحارس حسين مراد مكان علي جربة في تنفيذ السيد. يفشل السيد لأول مرة في تنفيذ رمية سبعة أمتار منذ انطلاقة اللقاء. إذن كرة ضائعة من السيد، وتظل النتيجة على حالة 17-14 لمصلحة العربي. كرة الآن عربوية، فواز عبد الله يكتمل نصاب العربي في هذه اللحظة. فواز عبد الله إلى مصطفى علي، التمرير إلى هاني مروان. مصطفى علي، هاني مروان، البحث عن مصطفى علي، تفاهم وتجانس بين اللاعبين. مصطفى علي وهاني مروان، فواز عبد الله، الله 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 يا فواز عبد الله، هدف جميل، الهدف الثامن عشر للنادي العربي. تألق هذا اللاعب حقيقة في هذه المباراة، تألق وينجح إذن في إحراز الهدف الثامن عشر. 18-14 التقدم عربي بفارق أربعة أهداف. الآن الغرافة مجددا أمام سيناريو متكرر متجدد، البحث عن تقليص الفارق. أين صبحي سعيد يا شوقي يا جليتي؟ هل هو مصاب أم أنه خير نادي الغرافة عدم الرهان على هذا اللقب، وإنما تجربة بعض الخطط التكتيكية وتشريك أكبر عدد ممكن من اللاعبين. تسديد ضائع، ضايع، تعود الهجمة عربوية وجه لوجه فاست بريك. إسماعيل حمد حامل قميص 19 ينجح في إحراز الهدف التاسع عشر. إذن ينجح إسماعيل حمد في رفع الفارق إلى خمسة أهداف كاملة، وفي هذه اللحظات إذن يتم الاستنجاد بخدمات النجم التونسي البلاي ميكر صبحي سعيد. ماذا سيفعل صبحي سعيد امام هذا الفارق وفي ظل تبقي 23 دقيقة؟ صبحي لحمد مددي، التمرير، الخطأ موجود الخطأ طبعا، وصفيرة الحكمان حسن المحجبي وعلي اليزيدي. كرة من صبحي سعيد الى الجناح وجه لوجه عبد الرزاق مراد، لعب العنابي يضيع الهجمة الأخيرة والكرة الأخيرة. طبعا يتغيب عن معسكر العنابي وهذه الكرة لهاني مروان. هاني مروان إلى مصطفى علي، فواز عبد الله، البحث عن مصطفى علي مرة أخرى. الكرة إلى هاني مروان، مصطفى علي، هاني مروان، المراوغة والتمويه ممتاز، العملية الأخيرة، الخطأ موجود، ورمي تسعة أمتار، رمي تسعة أمتار للعربي. باسل عوض، هاني مروان إلى باسل، الحلول موجودة لدى العربي، الحلول موجودة حقيقة دون صعوبات. تذكر العربي في هذه الدقائق الأولى لشوط المباراة الثاني، كرة قد تضيع، يلحق بها صبحي سعيد، يعيد الكرة إلى زميله، تسديده محمد الحاج عمار،
قوية جدا الكرة الأخيرة أيضا 20-15 عشر دقائق أولى في عمر هذا الشوط الثاني 20 دقيقة. ما الذي سيفعله العربي؟ هل سينجح في تعميق الفارق أكثر وضمان نقاط الفوز أم أن للغرافة كلمة أخرى في ظل التغييرات التي شهدها وإقحام كل من صبحي سعيد وعبد الرزاق مراد؟ انتظروا إذن الإثارة فيما تبقى من وقت. الكرة الآن عربوية عن طريق مصطفى علي. مصطفى تسديدة قوية يجد الحلول العربي أينما سدد استطاع التسجيل بدون صعوبات تذكر. يعني التغييرات قد تعطي أكلها هجوميا بالنسبة للغرافة لكن وجب تحسين الأداء الدفاعي للفهود حقيقة إن أرادوا تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. الخطأ موجود في الكرة الأخيرة ورمية 7 أمتار وخروج علي جربة يأخذ مكانه حسين مراد من أجل التصدي للكرة يتقدم لتنفيذها. محمد حسين مراد يدخل إذن فهد البيشي في تنفيذ هذه الرمية ينجح إذن في تسجيل الهدف 16 21-16 ماينس 5 إذن مع تبقي أقل من 19 دقيقة. الكرة لهاني مروان قلت نادي الغرفة إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية والعودة في النتيجة يجب عليه تحسين أداء الدفاعي في ظل الحلول الهجومية الموجودة الآن كما قلت مع الاعتماد على خدمات صبحي سعيد وعبد الرزاق مراد. فواز عبد الله هذا المتألق المتعملق في هذه المباراة إلى الجناح كرة تضيع أوه المتابعة أكثر من ممتازة من بيس العوض. فتنة كبيرة لهذا اللاعب. الكل تقريبا كان ينتظر أن تعود الهجمة غرفوية لكن شاهدنا اقتناص للكرة من بيس العوض. متابعة هذه هي قيمة اللاعبين الكبار لاعبي الخبرة مثل هذه الكرات. كرة كانت أن تضيع وتقلص الفارق لمصلحة الغرافة لكن من جديد فاست بريك مرة أخرى. مصطفى علي ينجح في إحراز الهدف 23 وفارق 7 أهداف الرد الغرفاوي. علي جربة يعني لعب دخل في اللعب السلبي نادي الغرافة أمام ارتفاع الفارق كان مطالب بالتريث أكثر. طبعا ما زال الوقت في لعبة كرة اليد 18 دقيقة الكثير من الوقت في هذه اللعبة. فارق 7 أهداف لكن نادي الغرافة بإمكانه العودة لا يزال بإمكانه في ظل بعض الأسماء الموجودة. الرد العربي وهدف جميل حقيقة من مصطفى علي. مشاهد في أداء ممتاز من مصطفى علي هاني مروان والحارس علي جربة أداء يذكر فيشكر لهؤلاء النجوم وكذلك لهذا الفريق. ووقت مستقطع بطلب من المدرب شوقي جليتي طبعا أمام هذا الفارق الكبير في حقيقة الأمر 8 أهداف بالتمام والكمال. لم يكن أحد يتوقع أن يصبح الفارق ويبلغ الفارق 8 أهداف قبل انطلاقة اللقاء. الكل رشح أن تكون هذه المواجهة هي المواجهة الأقوى مواجهة القمة لكن يبدو أن العربي أخذ الأمور بجدية منذ الأنفاس الأولى في عمر هذا اللقاء. في حقيقة الأمر واضح أن العربي حسب ما شاهدنا معني بهذا اللقب وبهذا التتويج يرغب في إحراز هذا اللقب في ولو أنه هذه النسخة يصدر الستار على فعاليتها في شهر فبراير جولة وحيدة لكن يمكن للعربي إن أراد أن يتوج بهذا اللقب أن يحسم الأمور في شهر ديسمبر يعني في الجولة قبل الأخيرة.
إذن نذكر بأنه بالتوازي مع هذه المباراة في الصالة الفرعية، الخور يلتقي السد ويتقدم في شوط المباراة الأول بفارق هدفين 14-12. مباراة أخرى في الصالة الرئيسية انطلاقا من الخامسة ونصف الوكرة، يلتقي الريان الأهلي الشمال في الصالة الفرعية في نفس التوقيت. التحيل يواجه قطر في إزدال الستار على هذا الأسبوع انطلاقا من الساعة 7 مساء. يستأنف اللعب الآن والهجمة غرفوية، فارق 8 أهداف. ماذا سيفعل بعد الوقت المستقطع نادي الغرافة؟ وكيف كانت نصائح شوقي شديدي؟ صبحي سعيد أسعد التسديد في الشباك الصغيرة والخطأ موجود، الخطأ موجود. إذن ستعود برمية 9 أمتار لمصلحة الكتيبة الغرفوية الآن. فارق مفاجئ في حقيقة الأمر. صبحي سعيد محاولة التمرير، الخطأ موجود. البحث عن بلال لعب الدائرة، تعود برمي 9 أمتار في تنفيذ بلال إلى حمد مددي. حمد مددي عمار، العارضة الأفقية تتعاطف مع العربي، استبعاد بدقيقة. نعم يعلنها المحجبي حكم هذا اللقاء رفعت علي اليزيدي، استبعاد بدقيقتين للعربيوي غانم مبارك اثر التدخل الاخير. فرصه بالنسبه للغرافه من اجل العوده في النتيجه. بلال في تنفيذ هذه الرميه، منقوص عدديه للعربي، هل ينجح الغرافه في فك شفره الدفاعات العربويه؟ الجناح حر تليق الفهد البيشي، الهدف في 16، الهدف في 17 عفوا. اذن 24-17 يعود الفارق الى 7 اهداف، يزال الفارق كبير. لكن أمام النقص العدد الذي سيعاني منها النادي العربي في هذه اللحظات، بالإمكان تحصيل نتيجة أفضل بالنسبة لفهود الغرافة العربوية بقيادة فواز عبدالله. حقيقة تألق هذا اللاعب في هذه المباراة، قدم الكثير في شوط المباراة الأول وخاصة في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، وكان مساهم بنسبة كبيرة في هذا الفارق. هذه المرة يخطأ، متابعة من جديد من باسل عوض، قناص قناص باسل، كل الكرات المرتدة. دائما ما تجد باسل عوض في الانتظار برحابة صدر يستقبل الكرة وابتسامة عريضة يسجل بها الأهداف. والقائم إذن القائم يتعاطف مع الغرافة في الكرة الأخيرة، القائم يريد مزيد من الإثارة في هذه المباراة. ربما النتيجة التي يشاهدها في لافتة الصالة المونديالية لا تعجبه، أكيد تمني النفس بإثارة أكثر. الكرة الآن إلى هاني مروان، إلى فواز عبدالله. بس العوض مازال منقوص عدديا، العربي لم يستغل النقص العددي الغرافة قلت حتى اللحظة. بس العوض، هاني مروان، هاني مروان، خطأ هجومي، لابد من التنفيذ السريع لهذه الكرة. فاست بريك عبد الرزاق مراد، وجه لوجه مع علي جربه، جميلة الكرة الأخيرة، لقطة فنية أكثر من رائعة. هذا هو عبد الرزاق مراد، نجم عناب اليد، كرة أكثر من رائعة، لقطة فنية يغالط بها علي جربه، قدم الكثير لكنه في الأخير تلقى هدفا جميلا للغاية. 25-19 اكتمال نصاب العربي في هذه اللحظات. فواز عبدالله البحث عن هاني مروان، هاني مروان إلى بيس العوض العارضة، واستبعاد هذه المرة بدقيقتين في التشكيل الغرفاوي. عبد الرزاق مراد تألق منذ ثواني معدودة، أحرز الهدف 19 للغرافة، لكنه الآن تحصل على هذا الاستبعاد وسيجعل فريقه يعاني في ظل الفارق الكبير وكذلك النقص العددي. الآن رمية 7 أمتار لا يرحم مصطفى علي، أداء ممتاز لهذا اللاعب. 26-19
العرب يسير رويدا رويدا نحو تحقيق نصر والثاني في هذه المسابقة، والتعادل وحيد بعدما نجح العربي في الفوز على الخور في الجولة الافتتاحية 25-21. تعادل في لقاء أكثر من مثير مع الريان 22-22، هو ينجح إذن في الإتاحة بالمتصدر، ولو أن الوقت مازال أقل من 13 دقيقة. صبحي سعيد، لقطة فنية أخرى جميلة رائعة من صبحي سعيد. 26-20، خبرة السنين، ابن مدرسة بني خيار، تلك المدرسة العريقة وذلك النادي العريق في لعبة كرة اليد التونسية، قدمت الكثير من الأسماء على غرار الحارس مروان مقايز. ينجح صبحي سعيد في إحراز الهدف العشرين، وهذه هجمة من جديد بقيادة صبحي سعيد. فاست بريك، محاولة إحراز الهدف الحادي والعشرين، علي جربة. أوه يا علي جربة، ودخول في المنطقة بخلاف هذا التصدي من محمد الحاج عمار، يعني منحك الفرصة، فرصة تذليل الفارق إلى 5 أهداف، لكنك يا عمار أضعت الفرصة وأبقيت على الأخطار. ينجح العربي الآن في إحراز الهدف 27. إذن 7 أهداف فارق مع اقترابنا من آخر 10 دقائق من عمر هذه المباراة. أكيد نتيجة تخدم كذلك الكتيبة الأهلوية، بما أنه انتصارها على الشمال في المباراة التي ستنطلق في 5:30 ستفسح للأهلي المجال من أجل التربع على صدارة الترتيب العام بمفرده في بداية هذا السباق، في حين أن العربي سيصبح في الترتيب الثاني إذن، والمنافسة تصبح عربوية أهلوية في انتظار ما الذي سيقوله كذلك نادي تحيل حامل لقب النسخة الماضية. خسر الجولة الأولى أمام الغرافة لكنه لم يخسر الرهان. الغرافة ينجح في إحراز الهدف 21، فهد البيجي. إذن فهد البيشي يحرز الهدف 21، 27-21، مازال الوقت. الهجمة الآن عربوية، مصطفى علي إلى ياني مروان، فواز عبد الله، باسل عوض، منقوص عدديا العربوي في هذه اللحظات. باسل عوض الى فواز عبد الله، تنبيه اللعب السلبي، فواز عبد الله، علي اليزيدي يرفع يده، حكم هذا اللقاء باسل عوض، البحث عن ياني مروان، البحث عن التسديد، الثغرة موجودة والهدف موجود، موجود موجود، الهدف موجود. 28-21، صبحي سعيد، محاولة الرد السريع العمار، سريعة الكرة الأخيرة كذلك، فاست بريك مثالي للغرفة. 28-22، 6 أهداف هو الفارق، ما زال الوقت، لكن مطالب الغرفة بتحصين دفاعاته. أداء دفاعي حقيقة، يعني أداء دفاعي ضعيف من نادي الغرفة في هذه المباراة، فجأنا في حقيقة الأمر، بالمقابل كذلك فجأنا بجدية العربي في هذه المواجهة، يعني قاتل واستبسل ولعب على جميع امكانياته واستخدم كل مفاتيح اللعب، من فواز عبد الله الى باسل عوض الى حراسة المرمى كذلك علي جربة. الخطأ موجود، ورمية 7 أمتار مع استبعاد اذن، ونقولها تفتح ابواب الانتصار العربي في هذه الكرة الاخيرة في صورة تسجيل باسل عوض لرمية 7 أمتار، وفي ظل النقص العددي الحاصل كذلك باسل ينجح إذن في مغالطة الحارس مهاب محفوظ، وينجح في إحراز الهدف 29. 29-22، هذا هو الفارق، 7 أهداف.
كرة الآن لعبد الرزاق مراد. صبحي سعيد. أكيد أنها بطولة تنشيطية. علي الجربة في التصدي لصبحي سعيد. مباشرة مباشرة ينجح إذن مصطفى علي في إحراز الهدف الثلاثين للكتيبة العربوية. نجح هذا اللاعب في إحراز الأهداف من جميع المناطق، سدد من بعد من قرب وأحرز أهدافا بالجملة لمصلحة العربوية في هذه المباراة. الهجمة الآن غرفوية مددي لعمار إلى فهد الباشي. جميلة الكرة الأخيرة 30-23 والرد السريع لا يفسح المجال العربي لعودة الغرافة في المباراة. كرة تنفذ بسرعة. إسماعيل حمد متألق في اللقطة الأخيرة ينجح في إحراز الهدف 31 31-23. يعني مباراة كأس الاتحاد 33 هدف هي حصيلة الحصيلة الأكبر التي سجلها فريق في مباريات كأس الاتحاد. سجلها الغرافة في فوزه على تحيل في الأسبوع الأول، سجلها كذلك الشمال والسد في تعادلهما 33-33 في نفس الجولة. يبقى هو السقف الأعلى 33 هدف لأي فريق في هذه البطولة منذ انطلاقتها. فهد البيشي في تنفيذ رمية سبعة أمتار ينجح في إحراز الهدف 24. إذن 31-24 والعربي بإمكانه إذا تجاوز سقف 33 هدف يسجل كذلك رقم في هذه البطولة في جولتها الثالثة في انتظار بقية المباريات. هل يرفع السقف النادي العربي في هذا اللقاء أم لا؟ مروان والخروج على مصطفى علي من عبد الرزاق مراد. فوز عبد الله يتحرك إلى الجناح يبحث عن محمد وليد. فوز عبد الله السقوط والخطأ موجود. علي اليزيدي يعلن الخطأ لمصلحة العربي. إذن رمية سبعة أمتار بعد تحرك من أحمد الدويلي والتحام مع فواز عبد الله يتقدم مصطفى علي لتنفيذ رمية سبعة أمتار. قلت هذا اللاعب سجل من كل المناطق رمية سبعة أمتار من قرب من بعد من الجناح. تحرك كثيرا وتألق في حقيقة الأمر في هذا اللقاء وهذا الرد الغرفي بمحاولة الرد السريع وخطأ و رمية سبعة أمتار واستبعاد بدقيقتين لمصطفى علي بعدما تألق كما قلت في هذه المباراة. استبعاد بدقيقتين لهذا اللاعب ورمية سبعة أمتار الآن يتقدم للتنفيذ فهد البيشي 32-24. فهد البيشي أمام علي الجربة ينجح في مغالطة الجربة إذن ويحرز الهدف 25 32-25 فارق سبعة أهداف لمصلحة العربي. ووقت مستقطع إذن لمصلحة الكتيبة العربوية. أكيد فارق كبير فارق سبعة أهداف مع تبقي خمس دقائق. المدرب العربي سيطالب بتهدئة الأعصاب بالنسبة للاعبيه كذلك تهدئة اللعب كما سمعناه خلال تقديم نصائحه خلال مجريات اللقاء. طلب لاعبيه بعدم الاقتراب من الدفاعات الغرفوية وتنويع اللعب والتمرير أكثر وقت ممكن. اثنين وثلاثين خمسة وعشرين إذن سبعة أهداف فارق ونهاية الوقت المستقطع إذن. فارق سبعة أهداف
ما الذي سيحصل بعد هذا الوقت المستقطع؟ هل سيتقلص الفارق أكثر أم أن العربي كما قلت سينجح في كسر الرقم منذ انطلاق هذه البطولة؟ 33 هدف هو السقف الأعلى لفرق الدوري منذ انطلاق هذه النسخة. هدفان أمام العربي يجعله صاحب الرقم الجديد. الكرة الآن عربوية، هاني مروان، فواز عبد الله، دفاعات تتقدم غرفوية في هذه اللحظات. الخطأ موجود، رمي 9 أمتار. مدرب العربوي ينظر إلى اللافتة هنا. واضح إصرار هذا المدرب وإصرار لاعبيه من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة والمنافسة بجدية على لقب كأس الاتحاد. محاولة الرد عن طريق محمد الحاج عمار. 33-25، فارق 8 أهداف. كرة غرفوية، الحاج عمار، تضيع الكرة الأخيرة، تعود إلى علي جربة. 33-25، في انتظار الهدف 34 للعربي. غانم مبارك إلى هاني مروان، إسماعيل حمد، إسماعيل حمد، محاولة المباغتة. يعني نشاهد في الأخطاء في حقيقة الأمر كما قلت بدائية بالنسبة للغرافة في هذه المباراة، كان خارج الموضوع في حقيقة الأمر. كرة عربوية، هاني مروان إلى هاني مروان مجددا للبحث عن الجناح. تضيع الكرة، تضيع الكرة إذن، وتعود غرفوية بقيادة الصبح سعيد البلاي ميكر. محاولة التسديد لا، ضايع علي جربة. أين الفاست بريك يا علي؟ المطالبة بالتريث، هكذا كانت تصائح المدرب العربيوي. 33-25، فارق 8 أهداف، فارق كبير. مباريات مجنونة في هذه البطولة في حقيقة الأمر، لا يمكن التوقع. ربما كل ما يتم الانتظار بأنه المباراة قد تكون مثيرة إلى غاية الفاصلة الأخيرة، نجد أحد الفرق يحسمها منذ البداية. وهذا الجناح إسماعيل حمد ينجح في مغارات الحارس مواب محفوظ وإحراز الهدف 34 إذن لأول مرة منذ انطلاقة هذه المسابقة. ينجح فريق في إحراز 34 هدف وتجاوز حاجة 33. هجوميا قدم الكثير النادي العربي في هذه المباراة. الخطأ موجود والاستبعاد إلى غانم مبارك، رمي 7 أمتار الآن لمصلحة الغرافة. الفهود كانوا بدون مخالب في هذه المباراة في حقيقة الأمر. الكرة لفهد البيشي وجها لوجه مع الحارس علي الجربة، ينجح إذن فهد البيشي في حراس الهدف 26. دقيقتان ونصف دقيقة على نهاية هذا اللقاء. 34-26، العربي أمام الغرافة. مصطفى علي إلى هاني مروان، إسماعيل حمد، مصطفى علي من جديد إلى محمد وليد، هاني مروان، إسماعيل حمد، مروان إلى مصطفى علي، محمد وليد، هاني مروان، محمد وليد يتحرك جيدا في الكرة الأخيرة وينجح في إحراز الهدف 35 إذن. 35-26،
رمى المنديل نادي الغرافة في ظل استبسال العربي والذود على الفارق الكبير الذي حققه خلال شوط المباراة الأول. هذا الصبح سعيد يرد بتسديدة قوية 35-27، والهجمة الآن عربوية. فواز عبد الله في قيادة هذه العملية، هاني مروان، هاني مروان إلى مصطفى علي، مصطفى علي لمحمد وليد، مصطفى علي بسهولة ينجح مصطفى علي في إحراز الهدف السادس والثلاثين. 36-27 قد تكون آخر الهجمات في هذا اللقاء، تضيع على الغرفة آخر 40 ثانية. هل ينجح العربي في نهائي المباراة بفارق 10 أهداف؟ فوز عبد الله إلى الجناح لأول مرة يدخل في المباراة عبد الله سعيد. إذن هذا اللاعب الشاب ينجح في إحراز هدف لمصلحة العربي في آخر الثواني 37-27 وفارق 10 أهداف بالتمام والكمال للنادي العربي. انتهت إذن هذه المواجهة بفارق كبير لمصلحة العربي 37-28 في افتتاح ورفع الستار عن فعاليات الجولة الثالثة لكأس الاتحاد لكرة اليد، في حين أن المباراة الثانية في الصالة الفرعية حسمها الخور ب 28-22 أمام السد، إذن لتنتهي ل 24 عفوا أمام السد. إذن مواجهتان أوليين في هذه الجولة في انتظار بقية المباريات منقولة على ستريمينغ الخاص بموقع الاتحاد القطري لكرة اليد. لازال في البرنامج 3 مباريات بعد قليل، الريان الوكرة مباراة قوية أيضا انطلاقا من الساعة 5:30 في هذه الصالة الرئيسية، الشمال الأهلي 5:30 كذلك في الصالة الفرعية، ونادي قطر أمام تحيل بداية من الساعة 7 مساء. نلتقيكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله في مواعيد رياضية أخرى والمباريات الخاصة بالجولة الثالثة الأسبوع المقبل الاثنين المقبل إن شاء الله من نفس هذه الصالة، صالة تحيل الرياضية ومجموعة من المباريات. إلى اللقاء.